السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الرمضاني. موضوع الحلقة السابقة كان حول المحليات لديسير، ولكن دهمني الوقت، لذا سنكمل الموضوع اليوم إن شاء الله. الحلويات الرمضانية كزلبية بأنواعها، الجريوشات، الصمصة، السيجار، البقلاوة، والقائمة طويلة. كل هذه الحلويات باختلاف نكهتها فإن تكوينها الأساسي عجين، زيت، سكر، سواء اللي نستخدموه في العجين والحشوة ولا نستخدموه في عملية التعسيل. يجب أن أفتح قوسين لأتكلم عن الطحين الأبيض لافارين. يتم تصنيعه من القمح اللين، ولكن بعد إزالة القشرة الخارجية والجنين الغنيان بالألياف والمعادن وترك الطبقة النشوية، يخضع الطحين إلى عملية التكرير اللي تخلي لونه أبيض، وكلما زادت عملية التكرير يفقد عناصر غذائية أخرى، ما يجعله في الأخير مصدرا كبيرا للنشويات والسكريات. أما بالنسبة للزيت المستخدم في عملية القلي، كل مرة نسخنه تصرى له عملية أكسدة، وهذه العملية تبدل له التركيبة تاعه، طعمه أو لونه مثلا. ينتج عن هذه العملية أيضا مركبات مسرطنة، وقد لا ننتبه إلى هذا التفصيل حتى في المنازل، فسواء في المحلات أو البيوت يتم الاكتفاء بإضافة زيت جديد على القديم دون تغييره كليا. نجو إلى عملية القلي. اتحاد العجين اللي فيه النشويات مع الزيت في حرارة عالية ينتج عنه مادة لاكريلاميد. هذه المادة خطيرة على الصحة ومسرطنة، لهذا في عالم التغذية تعد عملية القلي من أسوأ أساليب الطهي. السكر، تطرقت في الحلقة السابقة إلى أضرار السكر، لكن أنبهكم أنه لا يجب أن تتعدى كمية السكريات الحرة كما السكر دو تابل 10% في نظامنا الغذائي اليومي، وإذا استطعنا خفضها إلى 5% حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة. المرطبات كما ليموس والباتيسري، بالإضافة إلى السكر فإنها تحتوي على مواد حساسة للحرارة كالحليب ومشتقاته، ما يضعنا في خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، ومن المستحسن تحضيرها في المنزل مع احترام شروط التبريد. نصائح اليوم: الابتعاد عن السكريات غير اللازمة، فنظامنا الغذائي يحتوي على الكثير من مصادر السكر كالخضر والفواكه وحتى الخبز. التوقف عن عادة مكافأة الأطفال بالسكريات واستبدالها بأغذية مفيدة، فأضرارها على جسم البالغ كثيرة، فما بالك بجسم الأطفال الذي لم يكتمل نموه. في رمضان الجسم يتجدد، ولازم نواكب هذه العملية بخلق عادات غذائية صحية باش نستفادوا من الصوم. فالمعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. لا أقول يجب التوقف نهائيا عن تناول المحليات، ولكن الاعتدال في استهلاكها، مش لازم كل يوم مشروبات غازية وحلويات. في الأخير ما بقى لي غير نقولكم صح فطوركم. إلى اللقاء.